زور الحبيب تطيب هناك يهنى الغريب فعند طه أمان والأنس شيء عجيب. رسول الله كأنك تنظر إليه وتراه، اختيار الله تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، فاختاره سبحانه وهو أعلم بخلقه ليحمل الرسالة وليكون أسوة حسنة للناس. وهذا الاختيار يقتضي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في القمة في كل الصفات البشرية. إنه بشر مثلهم، قد ينسى كما ينسون، ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولا يعلم الغيب ولا ما في الغد إلا ما أعلمه به ربه. قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. لكنه صلى الله عليه وسلم في القمة في كل صفة كمال تليق بالبشر. وها هو سيدنا عبد الله بن مسعود صاحبه رضوان الله عليه يشهد على ذلك ويقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ.